مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها مشروع ينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية. الإعلان في نواكشوط عن تأسيس فريق برلماني للصداقة الموريتانية السعودية. افتتاح ورشة لبرنامج دعم وتطوير أداء القطاع المعدني وسط مؤشرات على وجود ثروات طبيعية هائلة في بلادنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل الثامنة من الموريتانية، ونرحب بالزميل يسلمو وليحفظ في لغة الإشارة. صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها مشروع مرسوم حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يوضح مشروع المرسوم التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال تسيير مخاطر تحويل الأموال وعلاقات المراسلات والتطبيق الفوري لقرارات الحجز والتجديد التحفظي أو لغرض التنفيذ والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نتابع فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولي الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 017/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتمثل المستجدات الرئيسية التي جاء بها هذا المرسوم على وجه الخصوص في توضيح التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال تسيير مخاطر تحويل الأموال وعلاقات المراسلات والتطبيق الفوري لقرارات الحجز والتجديد التحفظي أو لغرض التنفيذ والتعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل وقواعد تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اللجنة ووحدة التحريات المالية الوحدة. ينشئ مشروع المرسوم هذا اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية، كما أنه يحدد تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة، وعلاقتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى. مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مختبر أمراض النخيل والتقنيات الحيوية للنخيل. وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بالسياسة القطاعية في ميدان العدالة، ويوضح هذا البيان الذي يتكون من 5 محاور كل أبعاد نظام قضائي متوقع يحمي ويكسب ثقة المتقاضين طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية والسياسة العامة للحكومة. وتتمثل المحاور في استقلالية العدالة ودعم قدرات الفاعلين والولوج إلى العدالة وعصرنة العدالة وتمويل وتوجيه السياسة القطاعية. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بالنتائج الأساسية لتقييم الاستراتيجية القطاعية للفترة 2015-2019 وترتيبات إطلاق مسار إعداد الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري للفترة ما بين 2020-2024. ومع تنفيذ الاستراتيجية القطاعية 2015-2019 كانت النتائج في مجملها مرضية، لا سيما من حيث إصلاح نظام تسيير الثروة البحرية والتحسن في مساهمة قطاع الصيد البحري في مختلف المؤشرات الاقتصادية. إن الاستراتيجية الجديدة 2020-2024 تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلالات الملاحظة، وستعد طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية. وقدم وزير التجارة والسياحة بيانا يتعلق بحماية المستهلكين وقمع الغش، ويعمل هذا القطاع على تحصين السوق من كافة المواد الغذائية ذات الأثر السلبي، وذلك بإصدار ترسانة قانونية رادعة كقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وآليات فعالة تضمن نوعية واحترام النظم الصحية لجميع المواد
الغذائية على التراب الوطني. هذا وعلق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنية الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العدل ووزير الصيد والاقتصاد البحرية ووزير التجارة والسياحة مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وقد تطرق السادة الوزراء كلهم فيما يعنيه لمشاريع القوانين والبيانات المصادق عليها من طرف المجلس. هذا وبإمكانكم مشاهدينا متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. أعلن اليوم بمباني الجمعية الوطنية عن إنشاء فريق برلماني للصداقة الموريتانية السعودية برئاسة النائب حمدي والحمادي. ويسعى الفريق البرلماني للمساهمة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب. متانة العلاقات الموريتانية السعودية ولحمة الشعبين والدولتين تتجلى اليوم في خلق قالب تشريعي مشترك يتمثل في إنشاء فريق برلماني لصداقة الموريتانية السعودية، فريق يسعى إلى المساهمة في تعزيز وتطوير مستوى التعاون بين البلدين من خلال صهر الجهود وتوحيدها لتصب في منحى يركز على المصالح المشتركة لكل من الدولتين. نائب رئيس الجمعية الوطنية أكد في كلمته أن البعد الديني والتاريخي لكل من موريتانيا والسعودية يعتبر نقطة مشتركة لها من القوة والتأثير ما يبرر اتخاذ هذه الخطوة. أنتم تعلمون أن بلادنا والمملكة العربية السعودية شقيقة ترتبطان بعلاقات وثيقة فرضتها أخوة الدين وشائج القربى وحقائق التاريخ. ويكفي أن نتذكر أن الشقيقة السعودية هي مهبط الوحي وتتشرف باحتضان الحرمين الشريفين، وهي قبلة المسلمين ومحجهم الذي يأتوه من كل فج عميق لندرك المكانة التي تحتلها في قلوب كل المسلمين ومنهم الموريتانيون. ومن هنا تأتي أهمية تشكيل هذا الفريق الذي نأمل أن يساهم في تعزيز هذا التعاون وتوسيعه. رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية السعودية اعتبر أن خير وسيلة لإنجاح هذه المهمة هي تسخير استخدام الدبلوماسية البرلمانية. تعكس الجمعية الوطنية بعدد أعضائها البالغ 157 عضواً الطيف السياسي الوطني بمختلف ألوانه منسجما في مكاتب وفرق خدمة لأداء الواجب المتمثل في النيابة عن الشعب، تجسيدا لمبدأ شمولية النيابة وإدراكا لأهمية الدور الموازي في مجال الدبلوماسية البرلمانية، واستحضارا لمقتضيات تمثيل الشعب بمعاليه المتعددة، أنشئ فريق الصداقة الموريتانية السعودية منطلقا من عراقة وعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين وما تستند إليه هذه العلاقات من أواصر اجتماعية وثقافية ومن عواطف جياشة تشد قلوب الموريتانيين إلى الحرمين الشريفين وإلى كل ما يمت إليهما بصلة. أما السفير السعودي المعتمد في موريتانيا فقد نوه بأهمية إنشاء هذا الفريق البرلماني مستبشرا بدوره في مجال التعاون بين البلدين. اخترت الوقت المناسب الحقيقة في تدشين هذا الحفل في إطار زيارة مرتقبة للوفد السعودي للصداقة البرلمانية السعودية الموريتانية، وهذه الفرق هي نموذج لتميز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين. تلك العلاقة المتميزة في إطار دعم القيادتين خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وفخامة الرئيس
السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حفظه الله، وكذلك وهي نقطة محورية محبة الشعبين لبعضهم البعض، والتي تتجلى في العديد من الصور. كان ولا يزال من أهمها إسهامات العلماء الموريتانيين في تطور تلك العلاقات. قرار إنشاء فريق برلماني موريتاني سعودي يصفه المراقبون بأنه خطوة ستشكل علامة فارقة في تاريخ التعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية. إذن شكرا لإسلمو وليحفظه الذي رافقنا بلغة الإشارة. نظمت اللجنة الوطنية للمسابقات خلال الأشهر المصطرمة عدة مسابقات لولوج الوظيفة العمومية في معظم القطاعات الحكومية، لأن تأخر بعض نتائج هذه المسابقات والمسار الذي أجريت فيه أثار عددا من التساؤلات والشكوك، ذهب بعضها إلى حد الطعن في شفافية اللجنة والأجواء التي تكتنف سير هذه المسابقات. اللجنة الوطنية للمسابقات الإطار التنظيمي والباب الأوحد لأي ولوج للوظيفة العمومية في البلاد، سلحت بترسانة قانونية وزودت بطاقم محلف لضمان شفافية أي مسابقات قد تجرى. خلال العام الجاري أعلنت اللجنة عن عديد المسابقات وفي عدة مجالات، فكانت بوابة استقطاب قوي لجيوش العاطلين عن العمل من حملة الشهادات من شباب البلد الحبيب، تسابقوا بغية الفوز وخوض غمار المنافسة الشريفة والشفافة. عملت اللجنة جاهدة من أجل توفير المناخ الأمثل ووضع الترتيبات الضرورية لذلك، لتمر المسابقات بكل المراحل من الكتاب إلى الشفهي فالنهائي في بعضها، وإن تأجل الإعلان عن البعض الآخر. بشارك مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة كتاب شؤون الخارجية، لاحظت خروقات في المسابقة من قد المادة الثانية، أعلن أغلبية الناس اللي كاتبة المادة الثانية بالعربية قاعدين معاها الناس اللي كاتبة مملي المادة الثانية بالفرنسية، وغالبا يتبادلوا كلها يكتب اسمه باللغة الرقابة حتى إذا كانت متينة، لأن نوع من الغش ما قد تلاحظوا. معدل مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة مسابقة مفتشين خزينة رئيسيين، بالحقيقة المسابقة كانت الأجواء اللي نظمت فيها أجواء ما يشفها، وكان فيها قدر من قلة تحمل مسؤولية. أول شيء بالنسبة للمشرفين على دخول ناس المسابقة كان فيها قدر من 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 تشهير بالاختلاس، رجاج دخل تلفونه، والمشرفين هم اللي كانوا ما هم متحملين أي مسؤولية. هاي المسابقة في الحقيقة تنظيمها كان في متيابي ياسر من سوء التنظيم حتى لجميع المستويات. بداية الرقابة كانت سيئة حتى، والطرح كان سيء، والتنظيم بصفة عامة كان سيء إلى أقصى درجة من أول يوم قاعد فيها، والطرح مولي طرح المواضيع ما كان حقه سيء حتى. غير بعد في النهاية المسابقة كانت فيها أشخاص نجحوا باستحقاق تماما، أنا أشخاص نعرفهم أصحابي أصدقائي زملائي نجحوا ما عندهم أي وساطة نعرف عنهم ناجحين، وأنا كنت معدل وزارة المياه والصرف الصحي وجيت والرابع، جيت في ريزدات أنا طقطع ما عندي أي وساطة ولا شيء، الأشخاص جاوا فوق قلت لهم نعرف عنهم جاوا فوق. من التعليم إلى الصحة، فمحكمة الحسابات والحماية المدنية والبيئة والمدرسة الوطنية للإدارة بمختلف تخصصاتها، ثم بعد ذلك توالت مسابقات الأساتذة المبرزين وصندوق الضمان الاجتماعي، ثم اكتتاب المهندسين الفنيين. هذه المسابقة حقيقة شابتة خروقات عديدة، من أهم هذه الخروقات هي بعد قاع الطريقة اللي عدت بها المسابقة، يعني داخل فصول هذه المسابقة في اليوم الأول في الامتحان ما كانت فهم أي رقابة نهائيا، ولا كان فهم تأكد من الأشخاص اللي مشاركين في الامتحان، وهذا خلاف جميع المسابقات. احنا شاركنا في عدة مسابقات، دائما أي مسابقة الشخص عندما يأتي يعني بطاقة تعريفه لليسي اللي يثبت على أنه هو فعلا اللي مسجل في المسابقة، بينما هذا غاب في هذه المسابقة نهائيا، ولذلك فهم عدة أفراد شاركوا عن أفراد آخرين غير موجودين بسبب ضعف الرقابة اللي كان موجود، إضافة إلى الاختلاس اللي كان شائع وهذا معروف جدا. يعني هذا من أهم الخروقات. الخلق الثاني هو قضية التأجيل الغير مبرر، يعني نحن كنا أنا طلعت في الكتابي نجحت في الكتابي معدلت الشفهي، إن عدلت الشفهي تم الشفهي لا يمدد لأفراد آخرين غير موجودين، يعني كيف مثلا فترة الشفهي معروف أنها يوم واحد وكل شخص خصو يجيب الأوريجينو خصو يجيب الشهادات الأصلية من أجل التأكد منها،
بعض الافراد ما جاوا ومدد لهم الوقت ومدد الوقت بطريقه غير طبيعيه، يعني نعاقبوك الافراد اللي ما جاوا هم اللي نجحوا، بينما الافراد اللي جاوا في اليوم الاول وشاركوا في الشفهي ما نجحوا. انشات اللجنه الوطنيه للمسابقات لجان فرعيه مختصه تشرف على العمليه عن كثب كل فيما يعنيه، لتتخذ منها درعا يقيها سهام النقد ويحميها ما يمكن ان يعلق من درن الخروقات والشبهات وان وجدت براي البعض. لكن في كل الحالات لا بد من فائز وخاسر، وإن تعالت الأصوات في وسائط التواصل الاجتماعي بخروقات كبيرة فإن الدليل مستعصٍ في معظم هذه الحالات، فإن جلاء الحقيقة وهل يكفي الاتهام لنشكك، ومن الظالم ومن المظلوم، أم أن لنا أن نجزم بأن ألسنة الخلق أقلام الحق. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم الليلة الدكتور شيخنا وليدومو رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات. مرحبا بكم ضيفنا الكريم. مرحبا. تابعتم التقرير، أولا مما تتكون هذه اللجنة، لجنة المسابقات؟ شكرا. أولا بودي أن أشكر موريتانيا على دعوتها لي للحديث في هذا الموضوع، ولكن قبل أن نتحدث عن ما تفضلتم بسؤالي عنه لدي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أؤكد أن السلطات العليا حريصة ومصرة على التزام الشفافية وتطبيقها في جميع مراحل ومستويات المسابقات الوطنية، وعلى أن لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي ظاهرة تشوب هذه المسابقات أو تحد من عدالتها ونزاهتها وشفافيتها. جيد. وأن كل من يتحمل في هذا المجال مسؤولية سيتلقى ما يترتب على ذلك من عقوبات. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، على أننا الآن نجري مسابقات في ظروف سابقة نشرت لها من قبل، ولكن اسمحي لي أن أؤكدها هنا. أن المسابقات التي نقوم بها هي مسابقات تشمل 70,000 مترشح في إطار مسابقة جميع تقريبا القطاعات والمستويات اللي تنظم في الوظيفة العمومية داخلة فيها، من عند بريفة بكالوريا ليسانس دكتوراه. جيد سيد رئيس، عفوا على المقاطعة، ولكن سنعود إلى هذا الموضوع أكيد في الأسئلة القادمة، ولكن أولا مما تتكون اللجنة، لجنة المسابقات؟ أود أن أقول أن المسابقات الوطنية لها لجنة مستقلة تدعى اللجنة الوطنية للمسابقات. مسؤولية هذه اللجنة هي الإشراف على رقابة شفافية المسابقات. ليست هي الجهة التي تنفذ المسابقات، وإنما هي الجهة التي تضمن وتراقب كيفية مسار المسابقات حتى تكون هذه المسابقات شفافة وعادلة. هناك لجنة أخرى تسمى لجنة التحكيم، أعطاها النصوص والقواعد التنظيمية للمسابقات جميع الصلاحيات والمسؤوليات لتقوم بمسؤولية تنظيم وتنفيذ المسابقات باستقلالية وبصلاحيات خاصة بها، وبالتالي اللجنة لا تتدخل، لا تدخل في المسابقات، وإنما تشرف وتستقبل التظلمات وتراقب مسار هذه المسابقات، فإن وجدت خللا تتدخل، وإن وجدت ما يعيق يعني مثلا إجازة أي مسابقة تلغيها أو توقفها. جيد. مما تتكون هذه اللجنة؟ اللجنة تتكون من 8 أعضاء من الحكماء الذين تشهد لهم تجربتهم بالاستقامة والكفاءة والجدية، ومؤهلون ليكونوا في مثل هذا الموقع الذي هو إشراف على مسابقات المسابقات وشفافيتها. جيد، ما تعليقكم على ما أثير مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام طبعا بخصوص تجاوزات وقاعة إبان بعض المسابقات؟ اللجنة الوطنية للمسابقات مهمتها هي تتبع هذه الملاحظات وتتبع هذه الانتقادات، لأن أولا من ناحية من مسؤوليتها أن تتبعها وتعمق فيها البحث، فإن وجدت أن هناك ما يستوجب التدخل والإصلاح تقوم بذلك وقد فعلت، وإن وجدت أن هناك حديث عام لا يرقى إلى مستوى من الجدية، الكلام يطلق بهكذا وهكذا، فهي في الحقيقة هيئة مهمتها
تثبت من قواعد العمل وليس متتبع كلام الناس في الشارع. ولكن كلام الناس بعد كلام الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التعليق التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي تم من قبلكم أنتم اللجنة بيان يشرح. لا نحن لم نصدر بيانا. لجنة هذا هو الخلط. اللجنة الوطنية مسابقات لم تصدر بيانا في هذا الشأن. تشرح فيه ملابسات هذه الذي شرح اللي يصدر بيان هو لجنة التحكيم. وليس لجنة الوطنية المسابقات. جيد. ولكن تحت إشرافكم أنتم في النهاية أنتم المشرفون على كل لا مشرفون. العملية. لا لسنا مشرفون. نحن السلطة. السلطة يعني ماذا حصل؟ أعطيني تفسير حصل. جيد. اشرح لنا. لجنة التحكيم أنجزت عملا ترى أنه يقوم على معايير موضوعية. هذه المعايير الموضوعية التي قامت بها اللجنة جاءتنا نحن كلجنة المسابقات تظلمات في شأن هذا العمل، ففتحنا تحقيقا وتبين لنا أن هناك بعض الملاحظات تستوجب المراجعة والتغيير، ودخلناها فعلا وصححنا أو ألغينا تلك الأمور التي يشك أو يظن بأنها تحتاج إلى تغيير. أنتم أولا وضحتم الأسماء التي وردت في اللائحة ولم ترد من قبل يبان إصدار أول النتائج وأول الأسماء أسماء الناجحين، ولكن بعد ذلك أصدرتم كذلك أيضا مذكرة جديدة بأسماء اللائحين بحذف الاسمين أو الأسامي التي وردت في التوضيح. أوضح لك اسمحي لي مرة أخرى. لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة المهندسين والفنيين 433 لصالح عدة وزارات أصدرت قرارا يؤهل شخصين للنجاح النهائي. وصلتنا نحن كلجنة ويعني قال الإعلام كلجنة تظلمات في هذا الشأن، فتحنا تحقيقا في هذا الأمر، تبين لنا أن هناك فعلا بعض من الخروقات متعلقة بمسار تنفيذ هذه المسألة، وبالتالي أصدرنا قرارا ولم نصدر بيانا ولم ننشره نهائيا. أصدرنا قرارا لا يجيزه، احنا ما نقول عدل وتعدل. اللجنة قررت التحكيم قررت نجاح هذا وهذا. نحن قلنا لا نجيز هذا القرار، هذا القرار هذا هو صلاحيتنا، هذه مصلحتنا، لا نجيز. وبالتالي خبرناهم قلنا لهم هذا القرار الذي اتخذتموه لا نجيزه، رجعوا هما وداولوا على مستواهم واصدروا قرارهم الأخير المطابق لعدم إجازة قرارهم الأول. جيد. من يتحمل المسؤولية في مثل هذه التجاوزات؟ ما يتحملها. معناها نحن في أي مستوى نقيم كل تصرف يخل بهذه المسؤولية ونسند المسؤولية إلى من يتحملها وله في النهاية أن يتحمل هذه المسؤولية وما يتحملها. التزم بأن من يتحمل أي مسؤولية. إذن أنتم لازلتم تحققون في هذا الأمر وليس فيها وحدها. نحن الآن أمامنا المسابقة بأجمعها وفيها تحقيق متواصل، ونستمع إلى المتظلمين ونستمع إلى المترشحين. نعرف أن عندنا في المهندسين 2100 مترشح، مع الأسف لا يقبل منهم إلا 400 هلالين، معنا خارج 1700 ما يتنقبل ولا يتمونك ولا يتعتبر لأنها مظلومة، وخاصة لين ترى ثقرة ولا ترى ملاحظة. ونفتح قوس ونقول العمل البشري في أخطاء، ما خارج على بشري خطأ مين اللي يعود ينشاف الخطأ ولا يصحح، اللي يعود ما فهم آلية المراجعة والتثبت من كان في خطأ ويصحح، ولا هي جريمة ولا في خطأ. ما هي جريمة. ما السبب في تأخر نتائج المدرسة الوطنية للإدارة؟ اللجنة المدرسة الوطنية للإدارة تأخرت سببين. السبب الأول على أنها عندها 36,000 مترشح. هاي 36,000 مترشح معناها شنو؟ معناها أن عندهم 72,000 ورقة امتحان. هذه 72,000 ورقة امتحان يصح مرتين، معناها عندهم 144 ألف ورقة تصحيح. هذا لا يصحوا، أنت تصحوها في الخريف، مصححين ما هم موجودين، وأكثر الناس يجوا لا يستمروا، وبالتالي يكعد عمل دقيق وصحيح ومتقون. رغم ما نحن مسؤولين عنه ليش تحكيم ومتقون، يا الله يطالها فرصة تعدل عملها بذاك اللي ترنوا لا يعاون في عدل الصالح. ما أنا معاجلين ونقوله هون، ما أنا معاجلين ليش التحكيم متعلقة بسابق إدارة، لا تعجلي وعدلي عملك يا غير يعود عمل متقون وصحيح ودقيق. جيد. ما هي التدابير التي تنوي اللجنة اتخاذها لضمان شفافية أكثر لهذه المسابقات؟ المسابقات السلطات العليا جزاها الله خيرا
يعني أبلغتنا باستعدادها لتوفير كل الظروف لتحسن من أداء العمل ليضمن شفافية المسابقات، وسنشرع مباشرة في تقويم وتقييم هذه التجربة وتقييم ثغرات وتقديم مقترحات، وسنكون إن شاء الله في إطار حلقات من النقاش ومن التفكير نقدم مقترحات ستحسن وتضمن ان بعض من الثغرات ولا بعض من الاختلالات نقدر نغلب عليها في وقتها باذن الله. جيد، اذا شكرا جزيلا لكم دكتور شيخنا وليدومو، نرجو لكم التوفيق وللجنه التحكيم شكرا جزيلا لكم على هذه الشروحه. مشاهدينا، بعد مرور اكثر من شهر ونصف على كارثه السيوله التي تعرضت لها مدينه سيليبابي، ما تزال الجسور الرئيسيه التي تسببت في غمر المدينه بالمياه تحتاج الى معالجه، وذلك في ظل مطالب متجددة من السكان بالإسراع في اتخاذ الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار كارثة السيول. ذات يوم وفي بداية موسم الخريف الحالي أمطر السماء سيليبابي، فسجلت المقاييس خلال أقل من 24 ساعة ما يقارب 300 ملم على عاصمة الولاية. تدفقت السيول من كل حدب وصوب، وبدأت حكاية فيضانات سيليبابي التي أدت إلى خسائر بشرية ومادية. جيمي كامارا 80 قضى كل هذا العمر في سيليبابي، يؤشر هنا إلى المستوى الذي بلغته السيول في حائط منزله المجاور لذكنة الحرس الوطني بسيليبابي، وعلى بعد خطوات يتفقد مزرعته ويعاين ما تعرضت له من جرف لتربة. وإن سألته عن أسباب ما جرى يوجه أصابع الاتهام بصراحة للجسور التي بنيت خلال السنوات الأخيرة في إطار مشروع طريق سيليبابي قري. أكثر ما يجي قطر أنت يجي في ترانت يجي فيني أقل مكا يجي في ترانت. أبلغ من العمر 80 سنة، ولدت وترعرعت هنا في سيليبابي، ومنذ 30 سنة لم أغادرها إلى أي جهة. أكبر كمية من الأمطار والسيول كانت تلك التي عرفتها الولاية عام 2003، كانت أكبر بكثير من الأمطار هذه السنة. مستوى الفيضانات آنذاك لم يصل إلى ما وصل إليه هذه السنة، وهذا يؤكد أن الجسور التي بنيت أخيرا في إطار مشروع طريق سيليبابي بوري كانت سببا فيما حدث من فيضانات. السيول كانت تمر من بطحاء عرضها 800 متر، الآن ضيق هذا الممر إلى أقل من 100 متر، هذا لا يجوز. في حي آخر من مدينة سيليبابي يقف سيدي على أنقاض جزء من منزله كان قد انهار بفعل السيول، ويتحدث عن خسائر أخرى لحقت بكثيرين في حيه. أما عن الأسباب فهي معروفة بالنسبة لسيدي وغيره ممن التقينا. الماء الأسباب الماء اللي جانا اللي امتانا علينا هذا الماء أسباب وذا قدران أسباب وذا قدران هذا قليق يرد الماء. الماء كان أصلا يوخاو ماشي وغارك هذا النقليق يرد لنا الماء، هذا الماء كامل راجع علينا واللي ضيعنا أسباب وذا قدران. سابق يجينا ذا قدران الماء يجينا اسمعك يا غير يجبر الطريق يمشي بها يا غير من ساعة جانا ذا قدران أدنى من الضرين جابرين مشاكل إلا من ذا قدران. واضح الماء عم على دشرة الأسباب عدة أسباب من هي شن هي أن هذو بوهات المبنية هون تراكم فوقهم كثير من الأوساخ والتراب زحف الرمال من عاد ياسر هم أدنى الماء ما عنده بلاصة يأخذ منها، هذه الأوساخ اللي قلبت عيونه بو ذاك الأسباب عدة الماء يطلع شهر الولاية. هذه الفتحات إذن ضاقت أمام تدفق كم من هائل من مياه السيول، فشكلت سدا فارتفع منسوب المياه ليغمر مناطق ظلت في مأمن من مياه السهول، فهل من حلول تضمن عدم تكرار هذا المشهد؟ الحل الوحيد يكمن في زيادة فتحات هذه الجسور حيث تتناسب مع كميات المياه المتدفقة مع الوادي، وحلوا يساعدونا يديرونا صالات سمعت يخلوا ذا الميتم يوخا سمعت هم اللي ما هم احنا هذو حدنا اللي هون حتى هل العدالة ذيك هل تويمرت سمعت هم اللي عادوا الفترة الكبيرة قاعش عبرنا الله هم بيحنا نفسنا هنا طعنا مولانا قدينا نوخذوا دبشنا هون وطرعنا قدرنا نمشوا نساعدهم هم سمعت قدروا لنا رجع اللي مناسبة يوخا اللي ما من تحته اللي ما لكم ضيعنا المحطة. وقد تضررت أجزاء الطريق المحاذية للجسور، ولا تزال حتى إعداد هذا التقرير تتحرى إعادة التأهيل.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف لكم سيد محمد والزاروق مدير الرقابة وزارة التجهيز والنقل. أهلا وسهلا بكم سيد المدير. أكثر من شهر ونصف مر على هذه الفيضانات أو هذه السيول، ماذا اتخذتم أنتم كجهة معنية بهذا الأمر؟ أولا اسمح لي أشكركم على الاستضافة ونقول لكم الفيضانات عندها أسباب. من أهم أسباب الفيضانات هي تساقطات المطرية الكبيرة اللي تجي في أوقات قصيرة وزمن قليل، ومنها واللي المناطق الموجودة المخفضات دائما معرضة للفيضانات، وين تعود فيها أودية. وهذه هي حالة مدينة سيدي بابل. في الفترة الأخيرة الخريف الماضي عرفت تساقطات تقدر ب 300 ملم و 24 ساعة. وهي موجودة في سير المنخفض. وبها ودية روابط كبيرة لدار السنغال، دونك معناها أنها معرضة للنوع من الحالات. وبالتالي معناها أنها مدينة من المدينات المصنفة عندنا احنا وأنها معرضة للفيضانات. وذا اللي خلق الخريف الماضي. خلقوا فيضانات وانقطعت الطريق، وكان تدخل الوزارة سريع. عند جسر السالم انقطع الطريق، وتدخلت آليات شركة ATTM بالتنسيق مع الوزارة، وتم افتتاح الطريق في أقل من 24 ساعة. وبالنسبة للتدخل بصفة نهائية لحل المشاكل، فهم بعثة من وزارة التجهيز والنقل متواجدة لجميع الشبكة الطرقية في البلد من أجل إعداد إحصاء الأماكن المتضررة والجسور المتضررة وإعداد خطة لإصلاحها. جيد. البعض يرجع هذه السيول إلى مثلا الجسور المقامة هناك لم تكن بالمعايير المطلوبة. هذه الجسور أنجزت في إطار المشروع المهم اللي هو مشروع فك العزة على مدينة سيدي بابي، كانت معزولة ويعتبر مشروع المعتبر طريق الأمر رقم 2، وسيدي بابي كانت مدينة معزولة منجزت تحت المعايير المنجزت عليها. تحت المعايير المعترف بها، ومنجزت بمعايير تضمن تدفق المياه، تدفق المياه اللي جاية من المصبات اللي واخضع على تحت الجسر، منجزت بجودة عالية وبمعايير فنية. ولكن هي أي تغيير في الطبيعة لازم يعود عنده مضاعفات، يعني المضاعفات بالنسبة للجسور تكون إيجابية، الأرض يتغيرها ما هذا تضمن لا يتم صفتها الطبيعية، دونك يخلق فهم تغيير. زيادة على ذلك فهم للعامل البشري، مدينة سيدي بابي حكما فهم نازل، حكما هم مشيدين على حاشة الواد، على حواف الواد بجانب الجسور، وفهم مولي النفايات والأوساخ دائما الساكنة ترميهم في الأودية وقرب الجسور، ما يسبب تراكمات تعقب تأثر على انسيابية حركة المياه تحت الجسور. جيد. هناك خطة لإصلاح الأعطاب التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة في المدينة؟ فم خطة على مستوى الشبكة الطرقية بشكل عام. وكما قلت هم بعثة موجودة الآن تجوب شبكة طرقية من أجل إعداد وإحصاء للأضرار على الشبكة الطرقية التي خلفت الأمطار الأخيرة، والأضرار الأخرى الناتجة عن تهالك الطريق والله عن تعب الطريق. وسيتم إعداد برنامج إن شاء الله قريبا من أجل التدخل لإنجاز جميع هذه الأعطال، وتكون ملي فترة الخريف قد اكتملت، تكون لإنجاز ما نرجع مرة أخرى عالي الخريف عدد أصحاب خلوة خاصة. متى نتوقع أن تبدأ هذه الأعمال بشكل فعلي في إصلاح الطرق؟ توقعوها إن شاء الله بعد نهاية موسم الخريف صفر نهائي تصدر أمطار إن شاء الله، ويكتمل الإحصاء، تعود البعثة إن شاء الله ويكتمل إحصاء الأضرار إن شاء الله، وسنقوم بتقييمها وتوزيع الفرق الفنية على المقاطع المتضررة من أجل إنجازها. إذا شكرا جزيلا لكم السيد محمد والزاروق مدير الرقابة بوزارة التجهيز والنقل، شكرا جزيلا لكم. أكد الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة أن القطاع يتجه إلى تطوير أداء قطاع التعدين في بلادنا من خلال تنويع جوانبه الاستخراجية. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة لبرنامج دعم وتطوير القطاع المعدني في موريتانيا التي انطلقت عملها صباح اليوم في نواكشوط.
ورشة خصصت لتقييم برنامج دعم وتطوير القطاع المعدني في موريتانيا في مرحلة 2018-2019 واستشراف الآفاق المستقبلية للقطاع في أفق 2020-2023. وبهذه المناسبة أكد الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة سيد تال أسمان أن هذا المشروع يشكل محوراً من برنامج دعم القطاع الاستخراجي في موريتانيا، كما يشكل عاملاً مهماً في تطوير وتنويع قطاع المعادن وجوانبه الاستخراجية. وأضاف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة أن هذا البرنامج سيساهم في دعم المردودية المادية للدولة وتعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي سيستهدفها المشروع أو التي تقع في نطاق عمله. الورشة تضمنت عدة عروض قدمها خبراء في المجال، تناولت جوانب من تداخل المشروع والإسهامات التنموية التي ينوي الاطلاع بها. نحن اليوم في هذا الإطار في هذه الورشة، هذا المشروع اللي قال له مشروع المواد الغير معدنية، كيف الكالكير وكيف الكاولين وكيف الصابل السيليس وكيف مواد أخرى، هذه يتخمم المكتب أنه يعدلها بداية 2016 نتيجة أن فهم توجه للدولة لإنشاء وإعداد عدة بنى تحتية من طرق ومستشفيات ومدارس وملاعب، وهذه مواد أساسية في المجال الأول اختري واكب ذيك الطفرة لك هي يوفر لها وبحث لها عنك المواد الأولية اللي تشارك في هذا الإنجاز الأول. كما قدمت هذه الورشة فرصة للنقاش وتقديم المقترحات المتعلقة بتحسين أداء ومردودية هذا التوجه الذي يراد له مواكبة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا في مجال الاقتصاد الاستخراجي. مشاهدينا الآن إلى جديد الملاعب مع حسام الخلف. مساء الخير مرحبا حسام. غالية مساء النور، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أخبار الرياضة بعد فاصل قصير. حياكم الله. استأنف المنتخب الوطني للمحليين تحضيراته لمواجهة المنتخب المالي في باماكو، وذلك لحساب إياب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للمحليين 2020. وأقيم المران الأول للمنتخب في ملعب الشيخ البيضية وذلك بمشاركة 13 لاعبا، في حين قرر مدرب المنتخب الوطني للمحليين مصطفى الصل إعفاء اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الأول في معسكره الأخير من بنواكشوط من حصة الأمس. وتقام مباراة الإياب في باماكو يوم الأحد المقبل عند الساعة 4 بتوقيت غرينتش، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف في العاصمة نواكشوط. في شأن منفصل، أعلن نادي الشرطة عن تعاقده مع المدرب التوغولي دوسو نيكوري، وبذلك لقيادة الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الكروي. وكان دوسو نيكوني قرر قبل أيام الاستقالة من تدريب فريق الإكسر على إثر تلقي الفريق لأربع هزائم متتالية في الدوري المحلي دون أن يقدم الأداء الذي كان ينتظر منه هذا الموسم. وكان فريق الشرطة قد تعاقد الموسم الماضي مع المصري محمد شبانة وقاد الفريق لنتائج مشجعة في البطولة المحلية قبل انتهاء التعاقد معه في نهاية الموسم الماضي. في شأن آخر، قال رئيس أكاديمية زويتين لكرة القدم إن الأكاديمية تعمل على تكوين جيل رياضي قادر على المنافسة في مختلف البطولات المحلية، مضيفا أن الأكاديمية بعثت بعض المتدربين بها للتكوين في مدارس كروية دولية من أجل كسب المزيد من الخبرات. نتابع. بعد التحضيرات الموسمية اللي عدلنا بالنسبة للأشبال في مدينة نواذيبو، ما زلنا نعدل تحضيرات أخرى. التحضيرات الأخرى فيها ترازيم ديفيزون بإذن الله تبارك وتعالى، لا ندخلها في الولاية الشمالية، هي E17 و E15، فرنا قدر من الجوار الحمد لله من E17 و E15 وترازيم ديفيزون بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الموسم راجين من عند مولانا لأننا نتفوقون نطلق إن شاء الله ديزيم ديفيزون.
وفيما يخص الأشبال عندنا يترز، وفيما يخص العلاقات الخارجية بالنسبة للأكاديمية قدينا نتوفق الحمد لله بنرسل واحد من لاعبين الشهر للسانتر جويس دا باري من إيكينز لا يتابع للسانتر بإذن الله تبارك وتعالى لين يتفوق لين فوت يجبر المدة لا تقبل إن شاء الله. عندنا اتفاقيات مع نصر الفاسي دور نتوفقوا في ذوك الأطفال لا خلاهم والديهم لأنهم يمشوا يتابعوا على ترانجي. أي طفل دا ويتان أدوزان أتريزان لين نمشوا لين نحاول أننا نمشوا به على ترانجي، خاصة شهر لسانتر في المغرب لا تتابع دراسته أولا، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نتيجة لا يجبرها الوطن ويجبروها هلو في نفس الوقت، وهذا هو الهدف له. أخيرا احتضنت قاعة أبطال التايكواندو في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية بطولة رياضية لهذه اللعبة القتالية النبيلة، وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة الأنشطة التي أقرتها الاتحادية الموريتانية للتايكواندو خلال الموسم الرياضي الحالي. الاتحادية الوطنية للتايكواندو تنشو الساحة الرياضية المحلية عبر بطولة استعراضية تندرج ضمن أجندة الأنشطة الرياضية للاتحادية المقررة العام 2019. لا يخفى الأهمية التي تمثلها هذه الرياضة في الوقت الحالي نظرا لأهمية الرياضات الحمائية في حماية الإنسان من التطرف من الانحراف ومن الجريمة التي تتطور. طبعا العولمة جعلت كثير من البلدان في العالم يطورون هذه الرياضات، وهذه الرياضات وصلت إلينا نحن هنا في موريتانيا بشكل يعني إيجابي ومهم، ونحن نثمنها ونعتقد أنها جديرة بأن تمارس. اليوم مفتخرين لأن هذه الرياضة واقفين عليها أبناء موريتانيا كاملين، لا من ناحية الإعلام ومن ناحية المندوبية والشباب. بذلك مناسبة لأن هذه الرياضة لازم لها من مساحة كبيرة باش يقدي هذه الرياضة يواصلوا فيها به، اللي دائما نكروا هذه القاعات ولكن ما نستمروا فيهم بين صعوبات الكراء وصعوبات المشاكل. وثانيا لان هذو الشباب لانهم من يعود مالهم واحد نفسي معناه من يعكس على الشعب الموريتاني ويعكس على جميع المجتمع بصفه خاصه. الطلب الاول الموجه للسلطات ان اول شيء تهتم بجميع الرياضات الفرديه، بجميع الرياضات ما هي التايكواندو حتى جميع الرياضات الفرديه، وتهتم خاصه بالقاعات المتكاملات للرياضات. البطولة المفتوحة عرفت مشاركة أندية اللعبة على مستوى مقاطعة ولاية نواكشوط الثلاث يتقدمهم نادي الصوفي لأبطال التايكواندو. التايكواندو تشتغل بالعقل، تاي خبطة بليد كوان خبطة بالكرة تايكواندو الاسبري. ونسبة للتايكواندو رياضة ما كيفاش بالأخص للتركة تحميهم من يعودوا في الشوارع ويعودوا في ياسر من الشيء، تحميهم هذه الرياضة منه، ودائما مولاها يعود دائما جسمه سليم عقله سليم جسمه سليم. احنا القاعات نفتحوهم نحن شخصيا من البنانة، وذاك يرجع علينا واحد منا ينجي لواص ما يخلص لا تقبل القاعة وتنقفل وتصبح كامل بلا مردودية. وقد استطاع لاعب التايكواندو الوطنيين تحقيق عدد من الميداليات في عدة منافسات إقليمية ودولية خلال العام الحالي. هذه الرياضة ما هي رياضة جسمية، هي رياضة ذهنية وعقلية في نفس الوقت في تنمية الأطفال، ورياضة مهمة إلى أقصى حد موجود، وراجل عن الدولة تأخذ بالاعتبار تقبض قدر من المساحات لاش خاصة تعود خاصة بهذه الرياضة. الاتحادية الموريتانية للتايكواندو ستنظم خلال الأيام القليلة المقبلة أول نسخة من كأس غيديماقا للتايكواندو، وذلك بعاصمة ولاية غيديماقا سيليبابي. وبهذه الرياضة القتالية النبيلة تتكامل فقرتنا الرياضية، وأعتقد غالية أن النشرة بالمجمل شرفت على نهايتها. شكرا لك حسام. فعلا مشاهدينا الكرام إلى التذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. مشاهدينا الكرام، مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها مشروع ينشئ اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية.
اللي أعلنوا في نواكشوط عن تأسيس فريق برلماني للصداقة الموريتانية السعودية. افتتاح ورشة لبرنامج دعم وتطوير أداء القطاع المعدني وسط مؤشرات على وجود ثروات طبيعية هائلة في بلادنا. وبإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على كرم المتابعة. إلى اللقاء. مشي لي فيديو اللي نعت لي قبيل. ايوا اوف فرق كريدي مره اخرى، فترني ذا الاوفر. الانترنت تفرق بالعجله هي والمكالمات. انت ماله حامرني انا وعدل لك عرض ميكس موريتاني شنقيتل واستراح من ديران كريدي للتلفين ومساجات ومعاهم الانترنت اشهر تام. استفيدوا من العرض الجديد ميكس موريتاني، ساعة ونصف من المكالمات زائد 500 ميجا بايت من الانترنت صالحة لمدة 7 ايام ب 100 اوقية جديدة، 3 ساعات من المكالمات زائد 1 جيجا من الانترنت صالحة لمدة 20 يوما ب 200 اوقية جديدة، 4 ساعات من المكالمات زائد 2 جيجا من الانترنت زائد 100 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب 300 اوقية جديدة، 7 ساعات من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت زائد 200 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب 500 اوقية جديدة، 20 ساعة من المكالمات زائد 4 جيجا من الانترنت زائد 500 اس ام اس صالحة لمدة 30 يوما ب 1000 اوقية جديدة. لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 222 نجمة متبوعا برمز التعبئة واضغطوا على نجمة 3 مربع. عندك الحق، عرض ميكس مريح ملاح يرتاح من ديلان كريدي كل وقت. ما اللي قلتها لك، اشهر تام كونكت تتكلم تمشي مسجات. شنقيتل أكثر مما تتخيل، لأنكم تحلمون بالطيران نحو آفاق جديدة واكتشاف وجهات متعددة وخوض تجارب فريدة. تحتاجون إلى شبكة قوية وعالمية لترافقكم خلال سفركم. بفضل فورفيهات جراتي رومينج نجمة 7 لموريتيل، بإمكانكم الاستمرار في استخدام رقمكم موريتيل في المملكة العربية السعودية، المغرب، فرنسا وإسبانيا، واستمتعوا بخدمات موريتيل. مكالمات، انترنت، ورسائل نصية قصيرة، وذلك طيلة مدة إقامتكم. جراتي رومينج نجمة 7 متوفرة ببطاقات التعبئة 300، 500 و1000 أوقية. لتشغيل الخدمة اضغط على نجمة 123 نجمة، رمز التعبئة نجمة 7 مربع. موريتيل، عالم جديد بين يديك. مع مرتل للخريف سيل من الهدايا مع أبورما الليز الخريف. لينتشروا أبورما الليز الخريف بخمسين وبية جديدة. مرتل تمنحكم مجانا إنين 17 ساعة من التلفين وعشرة جيجا من الإنترنت، ياك تتموا بكونكتين وتلفنوا على راحتكم. مرتل لذيك.